الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زال حديثنا موصولا حول مسائل الإيمان بالرسل. ومما تقدم بنا في اللقاءين السابقين بيان بعض حقوقه صلى الله عليه وسلم على أمته، ومما هو حري بالمسلم أن يعلمه تحقيقا لأصل معرفة العبد بنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يعلم خصائصه صلى الله عليه وسلم، أن يعلم الأمور التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم عن سائر المرسلين وسائر البشر. فمن ذلك أنه خاتم النبيين وخاتم المرسلين، فلا نبي بعده. وقد تقدم بيان الأدلة في هذا الباب، ومنها قوله جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وتقدم ذكر أدلة أيضا من السنة. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله جمع له بين الخلة والتكليم. الخلة شرف أكرم الله به خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والتكليم شرف ناله موسى عليه الصلاة والسلام فهو كليم الرحمن. ونبينا صلى الله عليه وسلم نال الشرفين، فأكرمه الله بما خص به إبراهيم وموسى جمعه فيه صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأما دليل التكليم فهو حادثة ما كان في حديثة المعراج من مراجعة نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ربه في شأن الصلاة، حتى فرضت خمسا في العدد وجعلها ربنا فضلا منه 50 في الثواب. من خصائصه صلى الله عليه وسلم عموم رسالته لكافة الثقلين من الإنس والجن، وهذا أمر خص به صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي قبله يبعث إلى الناس إلى قومه خاصة، وبعث هو صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله أيده بأعظم آية وأبقاها، وهي القرآن العظيم. هذه الآية العظيمة التي قال الله فيها: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولا شك أن هذا الفضل وهذه الخصيصة التي خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم هي تشريف لأمته أيضا، فهي منة على أمته أن أكرمهم الله عز وجل فجعل محمدا نبيهم صلى الله عليه وسلم، وجعل الكتاب الذي أوتي هذا النبي هو القرآن. فالحمد لله رب العالمين. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ومن خصائصه أيضا صلى الله عليه وسلم أن الله رفع ذكره، ورفعنا لك ذكرك، ولم يخاطبه ربه إلا بوصف النبوة والرسالة، لم يناده ربه باسمه قط. أما غيره من رسل الله وأنبيائه فكان الله عز وجل، وهذا ظاهر في آية الكتاب، يناديهم بأسمائهم إبراهيم وموسى
وعيسى ونوح وغيرهم، يخاطبهم الله عز وجل وناديهم بأسمائهم. ونهى ربنا الناس، نهى هذه الأمة أن تنادي وأن تدعو نبيها باسمه، فقال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فكل ما في القرآن من التصريح باسمه صلى الله عليه وسلم إنما هو حكاية لقول غير الله جل وعلا. أما الله جل وعلا فيكرم هذا النبي ويناديه بوصف النبوة يا أيها النبي، وبوصف الرسالة يا أيها الرسول. من خصائصه صلوات ربي وسلامه عليه أن له مقامات عظيمة يوم القيامة خص بها ليست لأحد سواه، منها أنه سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ومنها أنه أول من يستفتح باب الجنة، وأول داخل يدخلها لا يدخل أحد قبله. ففي الحديث حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. وهو أيضا يوم القيامة صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود، وهي الشفاعة العظمى في فصل القضاء بعد أن يتدافعها أنبياء الله: آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول الله جل وعلا ممتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. من تشريف الله لنبيه يوم القيامة أنه صاحب الوسيلة، وهي درجة في الجنة، أعلى درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد هو نبينا صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وصلوا علي فإن من صلى، وصلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. ومن هذا أيضا من تشريف الله لنبيه يوم القيامة وما خصه به أن الله أعطاه الكوثر، وهو نهر في الجنة. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وجعل الله عز وجل له ولغيره من النبيين أحواضا، فالحياض هذه لجميع النبيين. قال صلى الله عليه وسلم: وأرجو أن أكون أكثرهم واردة. فحوضه أكبر الأحواض صلى الله عليه وسلم، وأكثر من يرد، أكثر الأحواض يورد حوضه صلى الله عليه وسلم، والكوثر خاص به. من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن أمته خير الأمم وأكرم الأمم على الله، وهي نصف أهل الجنة إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة. إذن قبل هذه الأمة كان من الأمم 69 أمة، هذه الأمة أوفتهم على 70. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا صريح في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا إطلاق للحكم بخيريتهم على جميع الأمم قبلهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: أترضون، قال لبعض أصحابه: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة، هذه الأمة؟
قلنا نعم. قال أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذه الخصائص لنبينا صلى الله عليه وسلم هذا بعض منها، وحري بنبينا ببنا أن نتعرف على هذه الخصائص وأن نتعلمها وأن نتدارسها وأن نعلمها أولادنا. فإن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته والتعرف على أخلاقه وشمائله أحد أصول الإسلام وأحد أصول النجاة. فإن أصول النجاة في الدنيا وفي الآخرة وهي التي يسأل عنها العبد في قبره ثلاثة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ فعلمك بنبيك صلى الله عليه وسلم وفق ما ورد في النصوص هذا أصل من أصول نجاتك في قبرك يا عبد الله، فكن حريصا على تعلم ذلك واستذكاره وتحقيقه والعمل بلوازمه من الطاعة والاتباع والحذر من الابتداع في دين الله. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.